خلونا نبدأ صباحنا بالأمل والإيجابية، فالأحلام قد تصبح واقعا ملموسا إن استخدمت أو استخدمت قانون الجذب، وهذا الكلام علم. بالفعل يا ريم علمي، ربما سمعتم مشاهدينا بقانون الجذب من خلال كتاب The Secret أو السر. هو الطاقة الموجودة داخل كل شخص فينا والتي يمكن أن تجذب أي شيء. لكن هل تعلم بأن قانون الجذب يستخدم منذ عدة قرون لتحقيق الأحلام والرغبات؟ فكر في الأشياء السلبية فستظهر لك، وكذلك إذا فكرت بشكل إيجابي. يقول باولو كويلو الروائي البرازيلي من كتاب الخيميائي: عندما تريد شيئا ما حقا فإن الكون بأسره يطاوعك للحصول عليه. إلى أن هناك خطوات أساسية لتطبيق قانون الجذب في حياتك. ما الطريقة التي استخدمها أكبر الناجحين لجرو ثروة وتحقيق مكاسب من خلال قانون الجذب؟ أولها التفكير بطريقة إيجابية، فالعقل عبارة عن مغناطيس يجذب كل شيء جميل يفكر فيه الإنسان. للتركيز دور مهم في جذب كل الطاقات والمشاعر الإيجابية. ابتعد عن الأشياء السلبية التي مرت في حياتك، لأن ذلك سيعطيك شعوراً بالقلق والاكتئاب. اكتب الأهداف التي تسعى إليها ورتبها حسب الأولوية، قم بتدوينها كل يوم لتختزن بهذه الطريقة في العقل الباطن والذي سيعمل على جذبها. عقل الإنسان يحتاج بين الحين والآخر إلى فترة من التأمل كي يركز على الإيجابيات وسحب كل الإجهاد والقلق المتراكم في العقل اللاواعي. يعني احنا متحمسين على الموضوع وقاعدين نتكلم، بلشنا نتحدث قبل يعني مع ضيفنا في الموضوع. خلينا ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. نرحب بالاستوديو بخبير العلاقات علاء منصور، وهو متحدث في مساله قانون الجذب. صباح الخير علاء. صباح النور يا ريم، وصباح النور يا راويه، وصباح النور على كل الجمهور الجميل اللي بيتفرج علينا دلوقتي وعلى كل الوطن العربي. يعني نبدا بالتفاؤل والامل، ولكن خلينا نتكلم عن معادله قانون الجذب. كيف تعمل هذه المعادله؟ طيب، هو قانون الجذب مبدئيا هو قانون ازلي. يعني بدايه الكلام ان ربنا عنده حسن ظن عبده به. طيب، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: تفاءلوا بالخير تجدوه. سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ قال: لكل متوقع ان ات فتوقعوا ما تتمنوا. احنا اي حاجه بتحصل لنا في حياتنا قايمه على حاجتين: احنا فكرنا في شيء، وبعد كده بنعمل السلوك اللي بيخلينا ننفذ الشيء اللي احنا فكرنا بيه. يبقى اول حاجه اللي احنا نفكر في الحاجه. لو احنا فكرنا في الحاجه بطاقه ايجابيه، إن شاء الله أنا هقدر أعمل ده. لو أنا قلت هقدر أعمل ده، أنا من جوايا في جنود وعساكر جوايا، يلا يا جماعة، هو بيقول إن إحنا نقدر. النهارده أنا صحتي كويسة، في جنود جوايا بتقول يا جماعة النهارده هو صحته كويسة، كملوا. طب لو أنا قلت مش هقدر، طب لو أنا قلت إن أنا صحتي تعبانة، الجنود اللي جوايا هتخمد وهتخمل وهتقول لا يا جماعة هو مش قادر ومش هيعرف يعمل ده. لو أنا جيت النهارده قلت لك، على فكرة راوية وريم الاثنين برج الجدي، مش في الهاتشي ولا الفاتشي، مظبوط، برج العظماء. فأنا لو جيت قلت لكم النهارده عن جد هو برج العظماء؟ طبعا، جمال عبد الناصر، أنور السادات، نيلسون مانديلا، جيم كاري، الله، إلفيس بريسلي، داليدا، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، نيلي، ليلى، خلاص عظماء أكيد. احنا عظماء. جيت النهارده قلت لكم النهارده اليوم بتاعكم يوم سعيد، والنهارده في نجاح، والنهارده أنتم محظوظين، أي حاجة هتحصل لكم خلال اليوم هتعتبروها إن هي فرصة ليكم. طب أنا لو جيت قلت لكم النهارده هتقابلوا بعض المشاكل، النهارده أنت هتخسري حد، النهارده طول ما انت ماشيه في طريقك اي حد بتقابليه انت متوقعه ان هو ده اللي انت هتخسريه. ليه؟ طب معلش بس يا علاء، يعني الموضوع مش بهالبساطه هيك. طيب اكيد تفكيرنا سواء كان سلبي او ايجابي بياثر على نظرتنا للامور وعلى اي عمل رح نعمله خلال هذا اليوم او هاي الفتره. مشكلتي كانت مع كتاب ذا سيكريت وقانون الجذب اللي بيحكي عنه. لما نيجي نحكي عن او يعني بتقرا بالكتاب بانه في ناس انه حاطين هدف لهم انه انا بدي اصير مليونير باخر السنه.
يعني ما لازم الواحد يكون واقعي وعقلاني برضه، هذا الحكي على ورقة مش منطق. ويكتبوا على ورقة بالخط الأحمر أنا أتجلى في كذا، والسنة دي أنا هعمل مليون دولار. يعني أنا لو كتبت ده هيحصل السنة دي مثلا، طب أنا لو ما عملتش السلوك أنا فكرت، طب أنا لو ما نفذتش السلوك اللي هيخليني أكسب الفلوس دي ممكن أنفذ السلوك وبرضه ما أكسبش المليون دولار. بالظبط، هذه هي لكن الفكرة. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ أكيد. إذن أنت بتشتغل على هذا الهدف، هل يستوي الذين يفكرون والذين لا يفكرون؟ كون أنا أساسا أفكر أن أنا أعمل مليون دولار أكيد أحسن بكتير من اللي قال أنا أخري أعمل ألف دولار أو أنا مش هقدر أعمل. هو إدى نفسه طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية خلت عنده قوة أكتر في الفعل اللي هو بيعمله، خلته يشتغل أكتر، خلته لما خلته بقى يفكر أكتر من غيره عشان خاطر ينفذ الشيء اللي هو فكر فيه. بس كده. بس في ناس يقولوا انه مثلا لانه مثلا انت عندك معضلة الفلوس ودائما تفكر في المال وتبغى هذا المال، عمره ما راح يجيك لانك انت حاطه في بالك وهو بيبعد، كل ما فكرت فيه هو بيبعد عنك. هل هذا صحيح؟ طب يا مبدئيا كده، هو مش الرزق سعي؟ المفروض يعني انا دلوقتي المفروض اللي انا عايز اعمل شيء مش انا اسعى ليه، ولا انا اقعد في مكاني واستنى ان يتعمل تحصل معجزه او الاقي كنز أكون بحفر عشان أبني بيت ولا أثر؟ لا طبعاً. هو في حد طلع حاجة كده اسمها قانون الاستحقاق، اللي هو بيقول لك إنك أنت لما تحس إنك أنت كل حاجة بتحصل لك في الحياة دي حق عليك، هي الحياة كده حاجات هتجي لك لوحدها. طب هو ده هو الرضا. ما أنت ما هرضى باللي موجود عندي ومش هعترض على اي حاجه يعملها ربنا، وربنا اكيد هيبارك لي اكتر. بس في ناس مساله الرضا تقول لك خلاص حلو الألف دولار انا راضي فيها، ما يطمحوا للمزيد، دائما ما يكون عندهم امل انه انا المفروض استحق 100,000 دولار. طب هو كده فعلا هو استحق الألف دولار، لان هو ده قال ان هو اخري. هو رضي بالألف دولار، احط اكتر يعني المفروض، هو رضي باللي موجود معاه. طب هل لو انت سعيت اكتر وطمحت اكتر هو ده حرام؟ لا ده اكيد لا. يعني طيب طبعا هذا الموضوع مرتبط او قانون الجذب مش بس بموضوع الفلوس، بكل شيء في الحياه. انا بس حابه اعرف شو علاقته بموضوع الابراج والايمان بالابراج، لانه على ما يبدو بانه في ناس يعني مؤمنين ايمان اعمى مثلا بالابراج وحظك اليوم، ويمكن ايمانهم هذا يؤكد من خلال قانون الجذب. طيب انا اقول لك حاجه حلوه قوي، زي ما قلت لك انا قلت لك في الاول، لو النهارده برج الجدي وقلت لك النهارده هيبقى يوم حلو عليه، انت هتقعد اليوم كله تنتظر ده. انا ما بامن بهالاشياء هاي، فممكن ما اصدقك بالزبط. اصلا لكن مبدئيا هو الغيب في علم الله سبحانه وتعالى. مظبوط. يكون ان انا اقرا النهارده الحظ بتاع البرج كذا والكلام ده كله، هو طبعا حاجه غلط. لنفرض اللي قدامي ده صدر لي طاقه سلبيه، ما الطاقه السلبيه هتاثر على اليوم بتاعي بالكامل. لكن الابراج بالنسبه لي هي صفات وطباع تخلينا نقرب من بعض اكتر، وهتخلينا برضو نجذب حاجات اكتر. ازاي؟ حضراتكم برج الجدي، حضرتك عندك عمر معين من السن، حضرتك عندك عدد معين من السنين، انا استحالة اعرف ده في اول لقاء بيننا وبين بعض. لكن بمجرد انا ما عرفت البرج بتاعك كونت حوالي 30% من شخصيتك. صفات مشتركه ما بين ابناء نفس ال 70% التانيين ثقافه، تربيه، ظروف اجتماعيه، ظروف محيطه، وراثه، جينات وراثيه، فصيله دم، كل ده بيأثر على الطبيعه بتاعتنا. لكن هي الابراج خلتني 30% اعرفها من شخصيتك في اول دقيقه من مقابلتنا. هو يا سلام، عرفت كل 30% من السنين اللي فاتت دي كلها في لحظات، فده وفر علينا حاجات كتير. بالنسبه للجذب في موضوع الابراج، ما هو كل برج له الصفات بتاعته. فانا دلوقتي عرفت ان الابراج البرج الجدي اللي قدامي او العذراء او الثور اللي هم الابراج الترابيه صفاتهم ثابته، طباعهم ثابته، بياخدوا الطاقه بتاعتهم من التربه. يعني هتلاقي نفس طريقه هزارك، نفس طريقه حزنك، غضبك، هي من وانت صغيره لغايه دلوقتي. لو مثلا برج هوائي هتلاقي ان هو بيمشي ورا عواطفه اكتر. ابراج ناريه هتلاقي ان هي بتحب تكون ملفته للنظر اكتر. يعني كل واحد على حسب، اهم شيء انه نجذب الطاقه الايجابيه ودائما نكون متفائلين. علاء منصور شكرا لك، وانه الجدي برج العظماء بالضبط، هذا اهم شيء. شكرا لك، شرف وجودي معكم. شكرا. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.